غمض عينيك غمض عينيك بصحة وراحة تدخل عليك بالصحة والهنا هادي ديالك. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم الفيديو اللي كنتسنى انني نصورها من هادي شهور. دابا حنا راه في شهر 11، راه شهور ديال بصح. الفيديو اللي كنتسنى نصورها شحال هادي، علاش؟ عندنا اسباب اللي خلاتنا اننا مدهيين في حاجات اخرين وما كناش مستعدين اننا نهضروا على هاد لا فيديو هادي، اولا اننا نحطوا هاد لا فيديو هادي اللي غتشوفوها من دابا شويه. هاد لا فيديو اللي غتشوفوا من دابا شويه تصورات من قبل العيد الكبير، قبل ما نسافروا. شنو نقول لكم؟ كانت واحد المفاجاه من طرف السي الحاج عادل، الزوج الكريم ديالي، قرة عيني اختي. كانت واحد المفاجأة، ما عرفش كيفاش نفسر عليكم، اللي كانت أمنية بالنسبة لي. تقدر شي ناس غادي يوم بانال، ولكن أنا كانت حلم ديالي أنني تكون عندي داري بسميتي وتكون عندي واحد، ما عرفش شنو نقول لكم، واحد لازون ديالي نصلحها كيف ما بغيت، ندير فيها اللي بغيت. ما كنتش الصراحه ديك الوقت فاش دار لي هو المفاجاه، كنت كنحلم بدار في هذيك البلاصه بالضبط وفي هذيك الكاختي بالضبط وهذيك المدينه كيف ما كنقولوا. كان عندي واحد الحلم انني تكون عندي دار تمايا ونصلحها بالشكل اللي بغيت. انا الصراحه كنت دايره في دماغي انني غنخليها بحال هكا، غير نمشي في العطله، نمشي ندوز الويكاند. ولكن بما انه هذيك المدينه جات قريبه للخدمه ديال عادل كثار، جات بحال قلتي، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، غتنقص علينا بزاف ديال الحاجات، غتنقص علينا الترونسبور، راكم عارفين دابا مع ليسانس داوي مع كلشي. الوغ قررنا اننا نرحلوا ليها، داكشي علاش جا الوقت باش نحط لكم لا فيديو. انا الصراحه لا فيديو كنا مأجلينها غير لظروف وحده اخرى، ما لا داعي ان زعما نشرحو، ولكن بما انه وصل الوقت نحط لكم لا فيديو غادي نشرح لكم شنو وقع ديالي. تكون عندي دويره تما ونصلحها ونقادها وندير زعما واحد ديكور مودرن في الدار. عندك ماما طيحي سيريا واحد ديكور مودرن في الدار وديكشي. هادشي راه دابا شي تقريبا شي عامين باش هضرت على هادشي، قلت له الحلم ديالي تكون عندي دويره تمايا وداكشي. قال لي ان شاء الله، لي مالا منين جينا نفكروا فيها. وهذا جاو شي ظروف، واحد فاش كنت مرض، فاش كنت درت فوسكوش. عندك بنتي فاش كان وقع لي فوسكوش وبزاف ديال الحاجات، انيليت الفكره، انا صافي نسيت الفكره. ولكن هو ما شاء الله عليه ما انيلاش الفكره وما نساهاش وما نساش الحلم ديالي وما نساش الامنيه اللي قلت ليه انه يديرها لي. حيت قال لي شنو الامنيه اللي تبغي ندير لك شي نهار مفاجاه؟ قلت له المفاجاه هي انني راه في واحد لا فيديو كنت قلتها ليه، كنت حطيتها نيت في القناه ديك لا فيديو. ايوا هادشي اللي كاين. سيري ماما لعبت معاها، سيري لعبت معاها، فبنتي فبنتي. واو صافي، كيف ما قلت لكم جات الظروف اللي نساتني في الموضوع ونسيت صافي. الصراحه من هادي لهادي صافي نسيت. هو مسكين خدم على الفكره بوحديتو وحقق لي الامنيه ديالي وخدا ليا دار في هذيك البلاصه ديالي انا، وحره فيها يعني ندير فيها اللي بغيت، نصلح ما نعرف شنو. وكان وعدني انه الفراش حتى هو غيكون من عنده والاصلاحات من عنده، باش انا غتكمل لي المفاجاه والكادو ديالي. اختي تستاهل، تستاهل اختي، تستاهل. داكوغ ماما، انا جاي وندير لك فلاتينيك. يلا سيري اسيتو وندير لك فلاتينيك. نستاهل اختي، راجلي قال لي تستاهلي كل خير في هاد الدنيا، يعني نستاهل اختي. حتى انا راه صبرت معاه بزاف ديال الامور وشكر راسو عداز من هنا. المهم باختصار، بلا ما نبقى نبلبل عليكم بزاف، بلا ما نبقى نهضر بزاف، داري جديده اختي قررنا اننا نرحلوا ليها ونسكنوا فيها. حيت ديك البلاصه كيف ما قلت لكم كاختي زوين، كاختي كالم وقريبه لكل شيء كيف ما قلت لكم، وقريبه لي الخدمه. غنقص عليه تقريبا واحد خمسة حتى 10 كيلومتر تقريبا في النهار ديال الطريق، 10 كيلومتر ديال الطريق ما غيعرفوها غير الناس اللي كيحطوا فلوس ليسانس. ولكن بما انه قررنا نرحلوا لديك الدار،
انا قررت انني الفراش اللي كان عندي كله بحال اللي شفتو معايا كيسولوني بزاف البنات علاش حيتي الفراش واش غتعاودي التفريشه ديال الدار علاش بقيتي جا مع الدار وحده قالت لي مرونه دارك خايبه وكتصوري فيديوهات ما كتحشميش بما انه قررنا اننا نمشيو نسكنو في ديك الدويره انا قررت انني نحيد الفراش كامل اللي كان عندي صيفطو للطرف اكادير تما كنمشيو عاوتاني كنحتاجو بزاف د الحاجات وكان فراش جديد ونقيقي يعني ما خسر فيه حتى شي حاجه ما والو باش تما ملي نمشيو عاوتاني نلقى الفراش ديالي اختي لقاه تما وهذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كان صيفط الفراش كله تقريبا بقات لي شي حاجه قليله وبيت نعاس ان شاء الله حتى هو تيتبدل غادي نصيفطو بزاف ديال الامور حيدتهم بقى عندي داكشي قليل بقى عندي هاد البلاكار اللي كتشوفوا فيه وهادشي اللي في الدريسينغ هنايا بقى عندي هاد لي بلاكار الصبابط وهادشي راه اللي شريت معكم مؤخرا وليت كنحط لكم لي فيديو انني كناخد اتات من جديد بالنسبه للكوزينه حتى لا فيسيل يعني ماكينه د الماعون كلشي حتى هو غادي يمشي لاكادير ما فقد حتى شي حاجه اختي يعني بحال غنعاودو حياتنا من ازيرو غادي نعاودو نشريو من جديد شي حاجه مشريين شي حاجه مازال غادي نشارك معكم لي ديطاي كاملين 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 ما نخلي لكم حتى شي حاجه وبالاثمنه وان شاء الله ولكن قبل ما نرحلو للدار حنا ناويين انا وناويه ندير واحد لي طاب ان شاء الله انني غادي نصلح بعد البيوتا الو غادي نقاد في البيوتا داكشي اللي باغا انا بابي با جيل فليكسي تقاد في الارض وداكشي باش ملي نرحل هادشي ديال البيوتا حيت انا عندي دابا اصلا غير الفرج ديال البيوتا غادي تحط نيشان ديال الدريسينغ وديال بيت النعاس حتى بيت النعاس ديالي راه يلاه كوموندينه يعني مازال ما تصايبش غادي تحط حتى هو ان شاء الله البيوتا بعدا غادي يدار لهم كلهم جيرفليكس والحيوطه يتقادو وداكشي باش داكشي تحط على نقا اما بالنسبه للصالون والكوزينه عندي واحد الفكره بعيده كل البعد غندير كوزينه امريكان مفتوحه يعني ما غاديش نقاد جهه الصالون والكوزينه ما غاديش نقيسو غادي نحط غير تليلي جاو داكشي هكايا باش نديبانيو حتى نصلحو ان شاء الله وغنشارك معكم لي زيتاب كاملين غنبداو بالبيوتا نقدر هاد لا سيمين ان شاء الله غنحط لكم لا فيديو باش غادي نبداو اننا نديرو جيرفليكس ونشارك معكم الاثمنه والكاليتي والمعلم وبزاف ديال الامور غنشارككم معكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالخير كلهم هادشي ما كان انا وضحت لكم بالنسبه لا فيديو ديال اليوم هذا هو السبب انني جمعت الدار ومرونه اختي والكراطن داكشي اللي كيبان لكم ورايا ان شاء الله غنرحل لداري الجديده نعم لله هادشي اللي كان احبابي كيقول لك صبرت نال يعني شنو نقول لكم انا كان عندي حلم بحال هكاك يعني ما عرفتش في هذيك البلاصه بالضبط بهذيك المدينه بالضبط انا كان عندي حلم انني نسكن تمايا دويره اللي على قدي غنقدر نصلح ندير اللي بغيت حلو وتحقق والحمد لله والله يخلي لي راجلي والله يطول لي في عمره والله يخلي لي بنيته ويخلي لي صحيحته هذا اهم شيء اهم شيء صحيحته وبنيته يخليهم ليه سيد ربي والله يخلينا ديما فرحانين اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم خليكم دابا تشوفوا لا فيديو ديال المفاجاه ديال النهار اللي داني عادل باش ندير المفاجاه ديك الساعه كنت اضعف من هكا غادي نخلي لكم لا فيديو دابا سيروا شوفوها وعاودوا رجعوا ليا مبينك مبينك يلا رجليك اليمين رجليك اليمين رجليك اليمين هاك وهالمفاجاه المفاجاه قولي بسم الله وراها تدخل عليك بالصحه والهنا هذه ديالك والله thank you.
شنو نقول لكم؟ اللي قلبهم زوين راه ربي كيخلصكم بالزوين، وغير صبروا ان شاء الله غتنالوا احسن ما يكون واحسن من داكشي اللي كتمنوا، لان القلب بيض. احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، وشاركوا معايا الاراء ديالكم في التفريشه وفي الاصلاحات وفي اي حاجه بانت لكم خاصه تقد في لي كومونتير. بوسه كبيره لكم احبابي، باي. ما تنسونيش ملي لايك ديالكم، شجعوني بلي لايك.